إنشاء أول مركز لحل النزاعات التجارية البحرية في العقبة على مستوى المنطقة، هذا ما تم بحثه في مؤتمر دولي حول التحكيم التجاري البحري. المشاركون في المؤتمر بحثوا الأطر القانونية والتشريعية للمركز الدولي المنوي إقامته في العقبة لخدمة القطاعات البحرية وقطاع التخليص، إضافة إلى آلية التحكيم العالمية وسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات. وأيضا أكد المشاركون أهمية إنشاء مركز التحكيم في جذب الاستثمارات لتسوية المنازعات وفق أفضل المعايير الدولية. كأوائل المراكز التحكيم في المملكة الأردنية الهاشمية وإضافة نوعية للعقبة، تعريف المستثمرين بأمور التحكيم هي أيضا إضافة نوعية لهم ليكونوا عالمين بالتحكيم، وتشكل إضافة نوعية لهم في مجال تثبيت استثماراتهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أي استثمارات داخل البلد وتستقطب الاستثمارات الأجنبية والدولية لازم يكون في عندك مكتب تحكيم. إحنا هون كل قضايانا التحكيمية تقوم في لندن وفي نيويورك، ومعظم الأحيان لا يوجد عرف في الدولة هون لملاحقة مثل هذه القضايا، محتاجين إلى ناس خبراء لكي يقوموا بمتابعة هذه القضايا. قدرنا نحط اللبنة الأولى في مجال التحكيم وتحديدا التحكيم المؤسسي فيما يتعلق في تجميع كافة الأطر التشريعية البحرية والهندسية والتجارية بشكل عام، حتى نجمع كل هذه الفئات تحت مظلة واحدة اللي هي ما تسمى بالتحكيم المؤسسي.